الحقيقة أقدر أقول إن النهاردة كل شيوخ القبائل بتتكلم، ويمكن شفناهم مع فخامة الرئيس في زيارته أعتقد الأخيرة أعتقد لمرسى مطروح، إن هم بيتكلموا على شهادة ميلاد جديدة، وابتدى النخل يرجع يستعيد عافيته تاني. الغريب في الموضوع الحقيقة إن أنا فوجئت وإحنا بنحتفل ببداية نجاح المشروع، لأن اتصرف عليه 2 مليار جنيه في المرحلة الأولى والثانية ولسه ما خلصناش. يعني أنا لا أدعي إن المشروع خلص، ومحتاجين يمكن مليار جنيه كمان للمرحلة الثالثة عشان يتم تطبيقها. وفوجئت بالسوشيال ميديا أو وسائل التواصل وبعض القنوات بتتكلم الدولة تدمر البيئة في واحد سيوة، لأن المية ابتدت تتقلص. ده بالنسبة لنا مؤشر نجاح، لأن الواحة غرقت في المية، وأعتقد حضراتكم يمكن شفتوا ده وتناقلته بعض وسائل الإعلام الأجنبية في الوقت اللي احنا بنحتفل بمشروع حافظ على البيئة. مشروع أنا لما أرجع الجامعة إن شاء الله أنا أكيد هدرس المشروع ده للطلبة بتاعتي كنموذج لنماذج التنمية المستدامة. وشفنا إن السوشيال ميديا قلبت الحقيقة وبقى المشروع أن الدولة تدمر البيئة. بس خلينا أقول إحنا الحقيقة فخورين جدا بهذا المشروع، واللي عايز يعرف تأثير المشروع يسأل أهالي في واحد سيوة. وأعتقد دولة رئيس الوزراء مع يعني أنا كنت شرفت بصحبته وبعض الزملاء من الوزراء، وأعتقد دولة رئيس الوزراء سمع من الأهالي مدى اهتمامهم ونجاح المشروع على الأرض وتأثيره على الإنتاجية. حياة كريمة، وزارة موارد المائية والري ليها دور، هعديها طبعا، لأن يعني قدمنا العديد من الأراضي، اشتغلنا في تأهيل الترع في مشروع حياة كريمة اللي أنا الحقيقة بعتبره هو مشروع القرن، لأنه بيغطي العديد من أهداف التنمية المستدامة، وفعلا بيبين أن الدولة المصرية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة في 2030 إن شاء الله. يمكن اتكلمنا على الكوفيد، وتكلمنا على الحرب الأوكرانية وتكلفتها، وتكلمنا على الزيادة السكانية وتكلفتها، بس الحقيقة التغيرات المناخية كلفتنا فلوس كتير قوي، وده اللي الحقيقة حابب ان انا اعرضه في عجالة جدا، لان عارف ان الوقت اتأخر. يمكن الفريكوانسي او الزيادة في الحدث بتاع السيل تكرر كتير جدا، وبقى بيتكرر كتير في 10-15 سنة اللي فاتت. مش بس كده، قوة السيل زادت، يعني اللي هو الإكستريمز أو التطرف المناخي بقى بيحصل، بقينا بنشوفه في مناطق الصعيد ومناطق أخرى. وهنا كانت التوجهات لحماية أهلينا في الصعيد بإنشاء العديد من المنشآت لحماية أهالي الصعيد من السيول، منشآت حصاد وجسور وبحيرات وغيره. 268 عمل صناعي تم في الصعيد بتكلفة 1.68 مليار دولار لتخزين 192 مليون متر مكعب. على فكرة 2 مليون متر مكعب بس كافيين ان هم يعملوا الصورة اللي حضراتكم شفتيها دي. فتخيل حضرتك احنا بنتكلم هنا على تخزين 192 مليون متر مكعب، والمية دي ما بتروحش، المية دي يا اما بنشحن بيها الخزان الجوفي يا اما الاهالي بتبتدي تستخدمها للاغراض المختلفة. هنا توزيع الاعمال مش هتكلم فيهم عشان الوقت، من 55 في أسوان لغاية القاهرة والجيزة أعمال صناعية تمت ما خلصناش، بنشتغل النهاردة في 70 عمل صناعي بتكلفة 1.3 مليار جنيه بسعة تخزينية 64.2 مليون، وإن شاء الله خطتنا ل 24-26 69 عمل صناعي بتكلفة 4.6 مليار جنيه. الحقيقة الصعيد ما كانتش لوحدها، طابة كمان في 2014، ده بس فيديو لأحد السيول اللي حصلت في طابة في عام 2014. شايفين فنادق، يمكن شلنا بس الأسماء، فنادق مهمة جدا واستثمارات مهمة جدا كانت بتعاني من تأثيرات السيول، والحقيقة ده كان بيكلف القطاع السياحي المليارات. علشان كده كانت التوجهات بتكثيف العمل في 4 محافظات، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر ومطروح، وهي بالنسبة لنا الهوت سبوتس اللي بيحصل فيها السيول. 1359 عمل تموا في الأربع محافظات بسعة تخزينية 158 وقيمة 5 مليار
جنيه يمكن توزيعتهم على الأربع محافظات زي ما في الخريطة، ودي شكل المنشأ بعد ما بيحمي الاستثمارات وبيخزن المية، وبرضو المية دي بيتم استخدامها في تخزين الخزان في شحن الخزان الجوفي أو لأهالينا اللي عايشين في المناطق. بنشتغل حاليا في 20 عمل صناعي ب 480 مليون جنيه، وإن شاء الله في المستقبل القريب 600 عمل صناعي بقيمة 5.6 مليار جنيه.